ستي العزيزة. سيبتي العزيزة من يوم ما دقت على بابي قابلت وضح منها سوابي قولوا لي يا شلامي يا صحابي. سيبتي العزيزة سيبتي بلا خوف البراد وبلا حتلة عدى الملة قلبي بالجهو يبراد. سيبتي العزيزة يا حيودة يا حيودة وين يفوق شد حشونة يرحم فوق يا حبيبي خذي دوني كيف نواف البراد يحب يا جيني من دار. سيبتي العزيزة سيبتي العزيزة يوم طلتها طلة عملت لي عملة ورا عملة ما عرفتش نامي يا هلا الله الله يستر معك. سيبتي العزيزة أحبك عني رجب أحبك عني رجب أحبك عني. آه أمي ما عادش متغشى؟ هيك أنا حاسة. ما زلت. أما مش باهي نوري وصلنا قدام البرانية. برانية؟ شكون البرانية؟ حجلة؟ نسيت اللي حجلة مولات الدار. ما قتلكش لين جيت؟ جيت تزهز. لقات رجلة؟ قد زوز. السلام عليكم. صحة صحة. هاي يسلمك. مبروك حجيلة. مبروك عليه واش تاتا؟ انا سالتني يمي قلت لها لي انت جيت تزهز خاطر عرسك قريب. مر رمضان ان شاء الله. يا اخي وراها المونجي اهبطي بنت حتى فيها مبابوشه. ايه واش دار في حكايه العرس حقا؟ ربي يجيب له القسم. تاتا راني نحكي على العرس معنيش نحكي على الكوميرس. ربي يجيب القسم في الزوز. ديجا قبيله كي خلطت انت هو قاعد مع الخطيبه في القهوه. المونجي خطبه ما قلتو ليش؟ ليه قاعدين يتعرفوا على بعضهم وقال لك يا لله دبر مانكا. المونجي لقى مانكا واسمها الزهره. يا تاتا لازم نسيليبريو المناسبه. شنو اللي نسيليبريو لله؟ شكون قال لكم انا موافقه؟ نورمال تاتا علاش مسكين خليه يتزوج او بلوس كبر لازم يتزوج. إذا كان كبر لله يا خو اللي يجي. أمي أنت ريتها باش تقول عليها اللي يجي. من نفكتو باين عشيه لو كان جات بكديها وكيما نحبينا ما تقعدش في القاوي. وين حبيت باش يتلاقى بها في الزو؟ ليل لله نقعد نقعد وعند الآخر ناخذ له باقيت نهار الكامل وهي ماشية جاية بين الرجال عريانة. على كل أمي ماهوش يستنى لا في رايك لا في رايي، هو خذ قرار وربي هني. بالله لله من لها نقول لكم إذا شد صحيح. لا حد تعرفوني لا نعرفكم، فهمت اللي حياته؟ اي فجيت انا امي جيت ولا مشيت؟ ونحبك الكلام هذا وصله له لو كانوا يعملها العمله هذه تضربوا عليا ما تلقاوني. ايوا استنست وين ناويه تتخبى المره هذه؟ في جهنم الحبره. ايش بك ماكش حاب تفهمك يا ودي؟ انا المراه اللي نحبها انا نحبها طويله وسمعها هكا. الله يا المنزي انا ما فهمتكش اش بيك مع حكايه الترك. غاز بكتلك النعناعي. كيفاش ما كنتي تفهم؟ مانيش نحكي على روحي انا. يا ودي المرأة مرت الراجل لازمها تكون طويلة باش يبدا عند الريزو طالع، فهمني. خي انا حكاية الريزو هذا ما نفهمهاش، نفهم حاجة واحدة. ناخذ طليانية بيضة وبالحنة والحرقوس وخدودها كي بقرعون. قاسي نستنى فيك وما نسطلين شادين الصف باش انت تحل مشاكلهم بلا خطاني. سلمونج الحوايج هذه بالمكتوب ما تعرفش مكتوب ربي عند من يكون. حبيبي يا اخي شبيك انت شبيك يا اخي تحكي على الموت ولا على النساء؟ نحكي على الزوج. صقرني مليح سلمنج نسوينا هذوما كبيعات الكلام حاجت 10,000 يقول لك 100,000 وبعد قد ما تطيح قد ما تطيح هو رابح. يا سيدي نقول لك حاجه، انا المهم ما عنديش برشا شروط، عندي شرط واحد، مرتي انا نحبها طويله ولابس عليها
وسمحة هكا هذاك هو مالا سيدي شرطي انها تكون طالع نية ويتيمة ما عندها حد خاصة خوها وسكرني منيح المجير تبيك ليكون عندها خوها راي ذوقك المرار اسألني انا وش نذوق المرار من البيبيش زعما رقد بالله يخطر فين برحم من بوك العزيز الغالي يخطر تسيك انا رقدس معلق اللي فيه مروح ولا معرس لم تلق الرجل يستاهل والله كزيتنا في بلاصتو يا نحرق روحي يا نحرق للطليان وصل هنا نحرق للطليان اسمع تعرف هنا في بلاصتك قلت تصبح على خير صبح على خير ان شاء الله يا ربي نحرق حتى في الحلم باش يجيني سي نادين نمشي نشوف انا وياه حكايه البرطمانات ربي يقضي الحوايج خلاص حياه ديسيديتي باش تبيعي ليه يا بنتي كيفاش نبيع رزقي اما باش نشوف حكايه الكونتراتوات القدم مع الكري الكله الدنيا طايره وانا مازلت كاريه ب 200 دينار هاي الحمد لله كيف فقت انا زيدة خارجه راني وين خارجه نمشي ندبر على راسي انت تبارك الله غاطسه في افارياتك خوك يحب يعرس ويسكن وحده احجيله ربي هنيها يا حد مني نمشي نشوف مع حمادي خويا يلقى لي خدمه نشد بها يدي عاد علاش تقلق فيه خالي شوف مع مكتب التشغيل طول مش خير تطير رحم بابك قولي له شحال تخدمي عاملي جون مساكن وما لقاوش الخدمه انت باش تلقاي اي انا نلقى بابا اش تلقى امي يا اخي بجدك تحكيها بجدي ما نفدلك وهون نبه عليك يلزمك تعمل على روحك وتشوف امراه تساعدك على قضيه الدار وما تنسيش سلم لي على سي نادين تسمع حجله منين نشدها انا من امي من المنجي والله العظيم طول نمشي نعرس ونهجم الدار ونخليها لهم حياه العرس وش بيك باش كنتي تقولي عمري ما زيد نجبد هذا السوجي تاع العرس اي قلت ايه اي شنو المشكل مال مكتوب وكي قلبي يدق انا نقول له ليه يدق شوفي لي في عيني عليه عليه حياه ما تقولي ليش تحتي على راسك لا نورمالمون ما زلت واقفه على ساقايا اما النجم ندير ربي هاي لا بون نوفيل حنونه نقدر نقولوا مبروك يا بالا على شنو مبروك وهالصغاريت شنو تاتا حبيت نقولها مبروك على الشركه اللي راح تحلها مع ببوشه شوف الشهبندر التجار اللي مشاركتو شكون هذا شهبندر ما تعرفوش شو دني طفل اش نتاعك بالشكاليت نتاعنا لا شكاليت هاي شكاليت طفل كو ها وراسي كول الو صباح الخير اختي حياه واش خيتي لاباس الحمد لله هاي هاي بيه 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 حاضر حاضر الحاضر هيا نكمل فطوري ونجيك باه هاي في لامات ايه مجي يرحم والديك بعد كي تجي طالع قولي نطلع معك تحب نحاسب اختي حيات بيه بيه الله يبارك اسمع حاج بليل حاب نسالك الحوايج نتاع تركيا ماشي المده هذيا الا واش في الرجله واش القشمان هاك سمعنا ما قلتلكمش ان شاء الله خير ماني هنا خممت خممت كنبست كنبست ربي ان شاء الله يقدر الخير وبعد قررت باش نبدل الخدمة نتاعي بخدمة أخرى واش هي الخدمة الأخرى سي فهد؟ تت مدينتك تساسي في النهج؟ تعرف يا فهيمة أنا بصراحة متفق معك ونشجعك استني ودي فيش تشجع فيه حتى نعرف الخدمة وش هي بس حاب تخدم سي فهد أخي الفكرة نتاع الخدمة مازالت في مخي تو إن شاء الله غدوة الحياة التسعة نتاع الصباح نقول لكم عليها يا حبيبي التسعة نتاع الصباح بالضبط ايه الجارية قاعدة تتخمر في مخي تتخمر خليها تتخمر اما تخاف تعرف الريوم تعمل الريحة وروح يا حبيبي اسمع صاحبي على جنب برجليه مدي امورك في الشق شمال خلص انت المنظر باهي صاحبي باهي يا سيدي غير يطلع بعرخيص اسمع المنظر الحساب عندي الله يبارك يا سيدي هات هاي باي باي هاي ها ارجع نمشي معاك ارجع هاي اسمع المنظر زيد لا عايد جي وشيشة تان خلصك كي تتخمر الفكرة متاع الخدمة في مخي ونخدم
والله أعلم من كنت بعلم. بس شوية يا بنتي، أنا ما نشربش نضرب كيفك راني. يا حبيبي يا نروح ونشوف الباب ونمشي. اسمع على زول بروح من بكره عايز الزغول يشوف تبيع اللي تعديت ولا شفتها. اه خالتي رقية؟ خالتي رقية تي لنا يا ودي نحكي لك على ما على ما هذيك بنت بنت المنجي بنت يا حبيبي يا صوري يا بنت وانت منين تعرفها يا على زول؟ كيتي ها نسكن في اللوكا اللوكا؟ ايه فدورة فدورة وانت خويا ليش نجد؟ لا لا حتى شيء هكاك برا يا حبيبي الصور فمك عيبة كيف ما يبي حبقة تسكن في الحومة وين يقطع مبنية أعطانا موجي قالوا حبقة هاي ودي علبة بخي نطلع المرات كرشة فيه يا صاحبي حالي زوج يا بعاد ورحمة بويل هاي الغولي لا تنجي منها ودي أرقص مش بيك ودي قلبي دخنا يا حالي زوج نحن روحي مش ندوخ هنا باي باي عاي أو قعد أخي حبا أنا في جي ورقاتي وحساباتي ونجي يا حبيبي يا ملا حبقة إيه يا وخيتي ريت كي يرقد حسونه هو ربي يفضله لي اما كي يرقد نرتاح شويه ما حكيتليش عامله ظهرت لي المره هذه مشكل عاده شوفي حنونه انا هاد الخطار ديسيديت باش نخدم على روحي واش بيك حياه حياتي قا وانا قاعده كي البهلوله نستنى وقتاش يجيني راجل واش ندير بيه عندك الحق شو ديري بيه اي وشنو هي تخدم ان شاء الله ناوية نحل أجونس دو فواياج الله 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 أجونس دو فواياج جملة واحدة ها هاي ومنين ليك نجم تقدها علاش أنا اللي راح نخدم أنا ندخل بدراهمي ونحط واحد شريك اللي عنده إكسبيريونس يخدم على روحه وشكون الشريك؟ واحد كنت نعرفه عنده إن أجونس دو فواياج كان يخدم مع لي زالجيريان اللي كانوا يجيو لتونس يا أخي مسكين يا حياة بعد الثورة قعد دوزو ما خدمش قلت نجيبه باش يعاوني والله برافو عليك يا حجلة وي يا مونجي جانا هوني حياته بعد نكمل لك اي اي يا هلا بحجيلا واش راك المونجي السلام عليكم سلام اش حوالك اختي حاجه صباح الحمد لله وانت الحمد لله الله يخلي فاطمه يسلمك يا جبلو مرحبا بابوشه اقعد اقعد ارحم والديك يا بعد ما تحشمش حقا مونجي امي قتلك باش تمشي للمنار حدا خالي حمادي باش يشوف لها خدمة يا حبيبي ايش باش تخدم باش تحل حماصة وبيناتنا مش موافقة على زهرة طبعا انت يا حاجة زينة صحيت يتهنيو حتى هي تقصت قبل ما تبدا الحكاية يزدي نزيدو في حق زيد ما عجبتكش اش فما بابوشة لا لا ما ثمش يا اختي حياة كل خير بالسلامة ام كنتي وقيلة طلعت تعض جملة واحدة مش قلت مانكا وطول وقد صحيت انت صحيت لا لا هي من جهة مانكا طلعت مانكا خلاص لا ذات لا صفات لا كور لا ديكور وكيلة والله أعلم طايح على وجهها في عد لا بس يا شيخ يا سلام يا ودي جهدك ربي يزقها والناس ليش قطع؟ يا اخي ما نبهتش عليك الهدره والتحريك مع الكليونات ليه؟ بشويه عارفي ماهيش كليونت اللي كنت قاعد معاها. نعم؟ تطلعش مونات المول الجديده انا ما في باليش يا بابا. بالعربي عارفي وخليها ما بيناتنا ما بيناتنا. سليمه هذيك قطوستي. شنو هي؟ قطوست شكون؟ صاحبتي عارفي يا اخي ما عنديش الحق. يا وليدي عندك الحق على شنو؟ هكا ديريكت يا منظر. الله يبارك على وجهك لحظه. اي برا برا، هز قهوة الراجل عايش ولدي برا. الله يبارك يا عرفي يا بنين يا عايشك لحياة تخبيا أنا هاني في القهوة تولوت باه مالا كي تحضر كلمني أوكي أبلوس عسلام أخويا مرحبا بيك عسلام لا لا عايشك جيب لي إكسبريس نجم تمشي ها مالا قالوا تنجم تمشي خسيب روح السلطان سليمان ما نزيدش نوصيك بابوشة تهني لها الأتاب بسلامة بسلامة هاي بخاطر خلي فات بسلامة يا حبيبي يا حبيبي يا أخي ميشة كمان نسيتني
يا اخي ما سلمنا باش نمشيو نرجلوا الليمون مع بعضنا. هي هيا اهبط هيا. هيا سيدي اسبقني. امي همش ندخل نبدل حوايجي خاطر خارجه. تشاور ولا تعلم؟ زوز امي ما في بالك مش نشوف حكايه البرطمانات. حياه السنين نبدل ونجي معاكم من بعد تيبوزوني في لافينيو يا حبابك. باهي ازرب خاطر الراجل يستنى. ايه دوك تجي. امي بربي ما زيدش نوصيك كي يقوم حصونه فطروا بدلوا. يا ناري عليك يا فطيمه العباد الكل هجه من الدار وانت قاعده تبدل في الكوش والطيب في المدمس. خطاني مرجي يرحم والديك. واش يخبيك ما تمشي نخطب لك؟ يرحم بيك يا صاحبي عزيز انا هكا وخيك انا يتيم وما عندي حد. تو بلا قلبي بلاش وخي ما عندكش حد ما عندكش مالي هاني حياته خالتي فاطمه حياته فطيمه. ايفاد ايفاد ورحمه بويل عزيز غير كان نعمل عليهم ولا ما نديش عملي كامل عازب هنا. لا لا خويا ما دقنيش تحت السقف فضاينا مش باش تقول لي من الفوق. انت ما تقول حتى شيء يا غنتي اللي ماشي ترطبها نهار مغلل. انا واش باش ندني ثاني التراويح يا انا عشاء وتراويح افهم يا صاحبي حاج انا باش نهزك على الونس. ايش ونس برا برا لا ما نمشيش صاحبي حاج باش نمشي مع بعضنا افهم باش نجلسوا النظف فهمت انا ما نمس النور نتاعي كان فما مس نهز الجماعه كان فما حتى شيء نجي نربح فيهم كويس نمشي كويس. واش شنو كويس واش كويس تي سناره ومس هاتفل المنجل على خي شيك عبيت حوت ساد الحوت شنو هذا يا اخي باش تمشي معايا ولا طب وجهك مش بعتك على المس والسنار تقول ماشي تخطف في كعبه وراطه وراطه نور عليك انا وراطه يدي يقول منيني قول مرجين انا مغلل وكل عشاء حوتك المنان الحمراء الطويل مين اسمع ما حبكش تفوي له المحبس فهمت ولا مين. السلام عليكم. وعليكم السلام. اي نست بالمحبس يا صاحبي عندي امسك يا سي منجي اسيدي نعلمك اللي نام من توا معاكم. فاش معانا؟ متوا فاش متوا؟ نكشر معاكم الكمانين الحمراء الطويلة ونطيبها لكم محشية كيما المرقاس على العصبان. فاش هذي كلها رغب يحبوا ياكلوا عدم. يا يمي يا اخي اش تعمل؟ هاك تشوف نفتل في الحلال. الله وحد عليك يا طيمة تعرف ياسر يا شيخ خفيف تروح والله يو هات من الاخر اش حاجتك؟ اسمع يا امي هيك ما في بيها كان نمشي انا وصاحبي حيزلون نزس النبض لين مرضى بالقلب يا حبيبي انا يا اخي احنا ماشيين سبيطار يا امي ماشيين دار سبتي العزيزه يا ورحمة بويا ما عندي كل حياة اختك تغلي لك شوية حلبة تطيح لك السخانة ولا النمر اللي طلبته غلط يعني هذاك علاش ما تجاوبش اي حاجه حلوه هكيك اخرج الله حد الله حد اجني الحطايه شنو الزين والوهره ايه يا البنات يا اخي وين ماشي ماشي بقضايا هنا راجعين ايوه كان شدوكم من البيت ما يسيلش ما ترجعوش حياه تعمل مزي على ميمتك هزوا المنجي معاكم حطوه في سبيطار منوبه تربحوا فيه ثواب. شعملت يا مصيبه شعلني ما عملني حياتي كشيت قلت له يا امي كان ساعه ربي ماشي انا وصاحبي حال الزون فهمت لا للدار نسيبي يا اخي تغشت قعد يشوف ما اختك تشوفها تغلي لك شويه حلبه يا قهوه شنو هو ترى نسيبك يا اخي وقتاش خطبت انت ولا عندك نسيب زيدا يا حبيبي يا اخي بيك انت ما تفهمش يا بنتي لا خطبت لا شيء هيك ما في بيا قلت كان نمشي انا وصاحبي حال الزون نزسوا النظف باش نهيئوا لكم الجو باش كيف تمشيوا للعائله تخطبوا وتبدا الامور كل مريقله هيا حاج لا يهبل هذا ويلي بالله باي تشخلوني باي باي وينيش انا كل مره وين قال لهم اخطبولي ولا عرسولي يكشفوا في وجهي يا اخي شبيني انا باش نكدس باباس في الدار اي الزازات اللي كس مسر فيتا للمولينيك الساع هزوا يا ولادي هزوا راب الخطاب دزوا اي السلعه المم واللي يشري يهدي لامه ربي يعينك بابوشه يعيني يعينك خوتي قولي بابوشة حقا وش راهي خميسة؟ واعطي على خميسة روح ديريكت من السبيطار للدار الطبيب قال دن الديبريسيو وقيل اش نبعث لها الاخذ لابراهيم للدار باش تروح عسلامة على حياة عسلامة سي نديم تشرفت معرفتك مدمازيل حاجلة انا تاني متشرفة بيك بون بلا نقصدوا ربي الكهرباء مش بعيدة هاي في الباركينج هاي تفضلوا هاي تشاو بابوشة
ما بيش من الراجل هذا؟ وانت واش مدخلك؟ واش هش مدخلني؟ شوف المنكر نسكت نام. منكر؟ نشوف فيه منكر؟ واش نشوف فيه؟ هيك تشوف فيهم زوز نساوين بالله مرة واحدة اسمها حياتها واحدة اسمها حجلة ومعهم راجل في الكياس وحدهم، هذا مش منكر. ايه افتي يا سلفاها مفتي، حتى واش كون قاعد في البلاد مفتيش نفتي يا سي. وزيد انت راه نقول لك غطس للنار للعنكوش في الحرام والمنكر. حرام واش يحرم جلدك بجاه البطار يا سيدي؟ على سبيل المثال انت مش تبيع في الحوايج من الخارج، والخارج ما همش كفار، والكفار ما همش مسلمين، وانت كتبيع للمسلمين في حوايج الكفار، الكفار يصوروا فلوس وانت تصور في الفلوس مع الكفار، والكفار مش يخشوا النار. معناها انت مش تخش النار معناها انت كافر. والثاني بالثاني انت كتطيب لنا بالفلوس متاع الكفار عجة كافورية ونحن بدنا كلمات نار مغال القلعة، انا مش ندخل النار. شكون؟ شكون يا ربي؟ زهرة؟ حشمة حشمة؟ لا لا يا بيت هاي هاي من ناحية زهرة. زهرة يا بيت رحمة بوي العز الغولي اللي جيت حتى رادس هيكي تقولش عليها مع فسها دركتور البلدية. اسمعني اسمعني يا ربي برحمة بوك العز الغولي، تعرفي شي خالتي رقية؟ لا لا كم ساعدي هنا يا بيت ركز معايا فهمني، مش هي مش هي بنتها بنتها عرفتها شو اسمها؟ يا حبيبي يا ممنا وليو بيش ما بعتش نقبله بيش صاحبتي هاي باي باي يا ربي منا يجي منا وغر منا ورجي يا حبيبي يا حبيبي اللي شدني الردر نعم يا ولا تبيع اللبلابي ولدي؟ لا يا امي هيك كنت نحكي مع واحد صاحبي. صاحبه ان شاء الله ما يطلعش كي وسام تاع الحمامات. طلي نعم يا وحانوتك شبيها مسكره اليوم كونجي يا امي انا ما نخدمش. كونجي؟ اه شنو المناسبه؟ عيد الشجره بالعربيه نلحم في امور هاني قلت لك. الحم ولدي الحم، حتى انا حسيتها باش تلحم بالقداء. واش المنظر؟ شنو واش فما زاد يسمعنا الخير؟ اليوم وقيل العيد الوطني للحب، الكوبلوات النشرة تقول في جارة الباساج. خليهم يا خويا هما يحبوا بعضهم واحنا نسربيه والناس كلها رابحة. يا نستم. ايه ما احلاها الحب على قليل لكن ما خلتناش ليه؟ نشوفوه عند العباد. تفضل سي بابو شاي. تفضل. قول شاي المنظر براك اليوم سربي وحدك خويا المرش. المرش مش يوصل في خطوستو يا بابا. نورمال جاب لي قطوس انا القهوه. كي لا لا صاحبته صاحبته. اما تعرف بابو شاي بالله بلا تعمل 66 كيف. شوف يا سيدي شاطلع منه. ايش يا سي كابلوات غرامات حسن عليه ما تقدر تشوف. استغفر الله العظيم. اسمندر مش لاقي عيد سكبريس طليان. استنى الساعة سن شبيك بابا داخل تستغفر؟ ريتنا نسربيه في المحرمات هوني؟ ماكش مازال عاد. هيك كفلوات حمص زبيب معيش براكيس. هاكا سي المنظر في بالكش انت؟ ما هو سلفيها نولي لنا مفتي. هاي مبروك السنعة الجديدة يا خويا. بارك الله فيك. أم كنت عاد ما تنسى تحدى سلفان السوق بريس طليان جاي من الخارج والخارج كفار معناها أنت تربح في الكفار في الفلوس معناها السوق بريس حرام. ما لا مشي لا حي التاي عارفي. لا لا ثاني حتى التاي جاي من الخارج والخارج كفار. ما نفرجي بلاي كويس ما عالقلين بالبارك. ها يا سلفان حتى الماء ما الماكينات تجبد الماء من قاع الأرض هذيك ثاني من الخارج والخارج كفار. حرمت كل شيء في البلاد ماشي. اهلا بس المعلم. اسمع ماك وصيتني كي نشوف اختك ولا يا بنتك مع واحد نقول لك مالا يا سيدي نعلمك الا يا بنتك ولا اختك قاعده توا مع واحد فاسد في القهوه. اجري اجري اجري. قطع يا مشوم قطع. سمحنا تعبنك معنا. لا تعبكم راحة ولا لا حياتي. وكيما تفهمنا كان فما حاجة جديدة كلمني. تهنى إن شاء الله ما ثمك الخير. مدموزيل حجلة
على بروشين ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك صحه. ان شاء الله نهاركم زين. ميرسي تشاو. ممكن نسكر استغفر الله العظيم. قول اعوذ برب الفلق. راك تستغفر يا طفل، شيطان شوفيه قدامك. شيطان انت كبران الشيف نتاع المستاسيس نتاع الشواطين. كبران الشيف نتاع الشواطين؟ انا وانا مغلل وقيل انك حراش يا سيدي. وحدك يا حياة تلهينا بالحديث مع سي نديم وما حكيتليش على امك. انا تخبيه تلاقيت اليوم مع فايز وحكينا بزاف على الخدمه. بصح شوفي يا حياة ان شاء الله باذن الله دون زاموا باش نبداو الخدمه اوفيسيالمون. بصح راهم يستناوني واحد الورق باش نوجدهم وان شاء الله تفرى. اي ان شاء الله مبروك ميل. وانت يا لالا واش درتي فيها؟ والله حكينا مع الكري ولقينا حل يرضي الناس الكل. اما ما تعرف يا حاجه الحكايات هذوما ياخذوا وقت باش يتريقلوا. تعرف كان ما مشاش معايا نديم ما نعرفش شنو كنت نعمل. نديم 3 اور دو طون راح سي لا سيمين بروشين باش يولي ندومه. ندومه وا شبيك حاجله الراجل ريتو مرتي ريزون دو بلوس. يا يا حبيبي السلام عليكم. سلام ان شاء الله خير. الحمد لله يا ربي اللي لقيتكم من المومين. المونجي جيت باش تاكل؟ جيت باش ناكل انت جيت باش نطير انا باش نجنح يا عجيله. اش فما؟ عرفت زهره اخرى؟ لا زهره ولا مرناق لا مرناقيه. تعرف انا نتكلم كيما تجي في طيمه. اه جيت اه جيت. اه سي المونجي. نعم يا. اش بيك لاباس؟ يا يمي باش نخلي لكم سيربريز. حتى انا عندي لكم سيربريز. نحبكم تسمعوها مادامكم ملمومي. يسمعنا الخير يا امي. يمي هيا قال لنا انت السيربريز نتاعك بعدش انا تنقل لكم بيه. يمي انت كانك على الخدمه الكلنا في بالنا بها. نعرف في بالكم بالخدمه اما هذه حاجه جديده. قررت باش نكمل نصف ديني. يا يمي يمي سي مش الحج ان شاء الله. اسكت انت يسكت نصف دينها ماهوش الحج. من شنو الزكاة؟ لا لا العرس. يا امي بالحق سعيد وافقني باش خليني نعرس. انا في طيمه قررت باش نعرس. يا حبيبي باش تعرس. نسيت العزيزه. سيبتي العزيزة من يوم ما دقت على بابي قابلته زاح منها صوابي قولوا لي يا شلامي يا صحابي. سيبتي العزيزة سيبتي العزيزة سيبتي العزيزة. ما تعرفوا ايش بالله خوف المراد وبلا حكاية عدى ولا قلبي بالجرح ويبرد. سيدتي العزيزة يا حيوتة يا حيوتة وين يفوت جد عشونا يا حبوب يا حبيبي خدوني كيف نوع بالمرار يحب يا جدي من دار. عملت لي عملة وراح